دكتور وسيم، دكتور وسيم، صباح الخير. داليا، الساعة كام؟ الساعة 12 الظهر. اتأخرت أوي. أيوة، ما أنت فعلا كان شكلك تعبان امبارح أوي. فعلا. قلت لك الورد اللي أنت بتحبه. طيب أنا هقوم بعمل لك حاجة تشربها قبل ما تكسرش. لا 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 لا، خليكي خليكي. أنا ما بشربش شاي أول ما بصحى عامة. إيه ده؟ مريم؟ الحمد لله على السلامة، أخيراً عملت القسطرة. الله يسلمك. قالوا لك إن أنا ركبت دعامة؟ أنا لو أعرف إن أنت محتاج دعم ما كنتش اتجوزتك. مش يمكن اللي أنا فيه ده أنت السبب فيه؟ يا سلام يا أخوي، الحق عليا برضه اللي رضيت. بعد إيه؟ بعد ما طلعت عيني. أنت جيتي لوحدك؟ لا يا حبيبي، رانيا تحت بتركن العربية. يا بنت الإيه دي؟ وحشتني قوي، بقالي كتير قوي ما شفتهاش. ازيك يا حبيبي؟ اهلا يا طنط منوره. ايه؟ اظن صحتك دلوقتي بقت احسن شويه. الحمد لله. على فكره طنط، انا قابلت رانيا وهي بتركن العربيه تحت. وقالت لك ايه يا حبيبي؟ مش عارف. اول ما جبت لها سيره جوازنا لقيتها بتقول لي اصبر. طب ما تصبر يا حبيبي. أكيد هي عندها حاجات تانية كتير. صبر جميل. أصبر يا بابا. إحنا المفروض آخر مرة قعدنا مع بعض اتفقنا على كل حاجة، وقلنا هنبدأ صفحة جديدة. جاي دلوقتي تقول له أصبر. اللي بيحصل ده مش طبيعي. في حاجة غلط. كانت قاعدة لازقة فيك وانت نايم على الكنبة وماسك الورد اللي جابته لك وتقولي فهمتي غلط؟ كان ناقص ادخل عليها نايمة في حضنك؟ انا راحت عليا نومة فهي جت تصحيني. لا يا راجل، هي بقى متعودة تصحيك كده وانا مسافرة ولا ايه؟ كانت أول مرة تحصل على فكرة. وآخر مرة، عشان مش هتحتاجوا تعملوا كده في العيادة. يبقى خليها تجيلك هنا لأني ماشية خلاص. وسع مريم، مفيش داعي لكل اللي انت بتعمليه ده. كله الا الخيانة. انا ما خنتكيش، وبعدين انت ما عندكيش دليل على كده. انا مش محتاجة دليل. كفاية اني شفت بنفسي. مريم! 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 على فكرة وليد ما غلطش لما طلب يتجوزك، بس استعجل قوي. بس ما كانش ينفع تحرجيه للدرجة دي وتسيبيه وتمشي من غير ما تردي عليه حتى. هو اللي كان فاكر نفسه هيحرجني، يعني هو فاكر مثلا ان انتوا تضغطوا عليا عشان اوافق عليه؟ لا طبعا، هو نفسه ما قدرش يقنعني بكده. وبعدين اسألي سلمى، هتقولك ان هو السبب في اللي حصل لأنكل مختار. ايه ده؟ مالها منفعلة كده ليه؟ عشان هنا مش عايزة نجيب لها سيرة وليد. ليه؟ عشان بتفكر في حد تاني. وللأسف حد مش مناسب ليها خالص. مين ده؟ ولد اسمه عيسى الفقي. عيسى الفقي؟ مش ده اللي اتبرع لك بدمه في المستشفى؟ للأسف كنت فاكره عيل غلبان، بس قاعد يلعب عليها وشكله عمال يشغلها. ازاي؟ ده انا اللي عارفاه ان هو موظف بسيط وعلى قد حاله جدا. ايوه، بس هو طمعان بزياده قوي، مش مكفيه المنصب اللي هو فيه ولا الفلوس. شكله كمان عايز يناسبنا. ده يبقى اتجنن الرسم. هو فعلا اتجنن. انا خدت قرار خلاص همشيه من الشركه. وانت لازم تساعديني يا ماما. ها، لازم نخليها ما تفكرش فيه تاني. طبعا.
مبروك، انت حامل في 3 أسابيع تقريبا. انا عارفه يا دكتوره اني حامل، بس انا عايزه انزل البيبي. ليه؟ علشان انا تعبانه ومش هقدر احتفظ بالبيبي ده. انا اللي اقرر اذا كنت تعبانه او لا. انت متجوزه؟ ايوه طبعا. وجوزك موافق على كده؟ لا، هو انا لسه ما قلتش لجوزي اني حامل. كمان دي جريمه تاني. يعني ايه؟ يعني الاجهاض في حد ذاته جريمه، وانك تجهدي نفسك من ورا جوزك يبقى هيعرف ويبلغ عنك ويحبسك. طب هو مين اللي هيقوله؟ انا اللي هقوله. انت في نعمه مش حاسه بيها، ولو فرطتي فيها دلوقتي ممكن ربنا يعاقبك ويحرمك من الامومه طول عمرك. سارة، سارة انت سامعاني؟ عرفت منين ان انا هنا؟ ما عرفتش ولا حاجة. انا كنت مخنوق شوية قلت اطلع اشم شوية هوا على الصبح. انا كمان كنت مخنوقة شوية قلت اطلع اشم شوية هوا على الصبح. أول مرة نتقابل صدفة، مع إن معظم مواعيدنا كانت هنا. فاكرة؟ لا مش. حطي نفسك مكاني. لو حد كلمك وقالك ان انا مع واحده في شقتها كنت هتعملي ايه؟ بعد كل السنين دي عايزه بتشك فيا؟ شفتني ولو مره واحده بس غلطت في حقك فكرت في راجل تاني من اول ما عرفتك؟ انا شفت الدنيا بعينك اتعلمتها منك. ما اعرفش شكلها هيبقى عامل ازاي من بعدك. لآخر مرة هسألك، رحتي له الشقة؟ لو سألتني السؤال ده تاني مش هتشوفني. يبقى نتفق. على إيه؟ تسيب الشغل في الشركة عند ياسر.